هنتكلم النهاردة عن الاسلوب. والاسلوب هو مقدار انحناء الخط، يعني value بتقيس لي قد ايه الخط ده منحني. وطبعا مثلا عندنا مثال زي كده، لو انا عندي line بالمنظر ده، هنلاحظ ان لو انا عندي رسمت هنا ال y axis وال x axis، هلاقي ان الزاوية ما بين الاكس اكسس واللاين كبيره، فبقول ان اللاين ده المنحنى بتاعه او السلوب بتاعه كبير. لكن لو جيت رسمت الواي اكسس هنا والاكس اكسس، هلاقي ان الزاويه اللي اللاين بيعملها مع الاكس اكسس صغيره، وبالتالي فان السلوب صغير. ده باختصار معنى السلوب. فالسلوب هو رقم بيانديكيت ذا ستيبنس اوف اللاين، قد ايه اللاين ده منحني ولا لا. فممكن يكون منحني قوي، ممكن يكون مش منحني، فده اسمه greater steep وده اسمه smaller steep. smaller عشان الزاويه بينه وبين الاكس اكسس بتكون صغيره، او هو شكله بيكون ايه منحني. طبعا ده بيكون شكله ايه مرتفع شويه، فالسلوب بتاعه بيكون عالي. تمام. طيب دي برضو امثله او شكل او فكر تاني بيوضح لي الستيبنس او السلوب بتاع كل لاين. فلو مثلا مسكت اللاين ده، هلاقي ان الاسلوب بتاعه كبير، لكن اللاين ده هيكون الاسلوب بتاعه صغير. طبعا ممكن اتخيلها اكتر لو رسمت الاكس اكسس هنا الاحداث السيني يعني، وشفت الزاويه اللي اللاين ده بيعملها مع محور السينات او الاكس اكسس، هنلاقي ان الزاويه دي صغيره. لكن لو رسمت الاكس اكسس هنا وشفت الزاويه اللي بيعملها اللاين مع محور السينات، هلاقي ان الزاويه دي ايه كبيرة، وبالتالي فاللاين بنقول عليه الاسلوب بتاعه كبير. ده معنى الاسلوب. How to calculate الاسلوب، او ان انا اجيب الفاليو بتاعت الاسلوب ازاي. طبعا عندنا كذا طريقة. في عندي مثلا ان انا لو عندي اللاين ده، دي النقطة A ودي النقطة B، وانا عايزة اوصل ما بينهم، او عايزة اجيب الاسلوب بتاع اللاين ده. فجنرالي عشان نجيب السلوب بتاع اللاين، بجيب السلوب between two points، لان جنرالي السلوب ما بيتغيرش على مدار اللاين كله. يعني السلوب بتاع لو انا عندي لاين وفي two points، جبت السلوب ما بينهم، هي لو جبت السلوب بينه بين نقطة واي نقطة تانية. تمام. فبنجيب السلوب من خلال two points موجودين على اللاين، ونفرض دي النقطة A ودي النقطة B. وببدأ أشوف النقطتين دول أنا أقدر أوصل لهم إزاي، بأنهي طريق غير الطريق ده. هلاقي مثلا إن أنا لو مشيت بالطريق ده بالسهم الأحمر، وبعد كده مشيت كده بالسهم الأزرق، هلاقي إن أنا في الآخر إيه عرفت أوصل للنقطة B. فلو فرضنا إن في إنسان عايز يوصل للنقطة ما بين النقطة A والنقطة B بس بالطريق ده، بحيث إن هو هيتسلق، ولنفرض إن هو بيطلع مكان وبعدين بيبدأ يعني يمشي أو يجري ما بين النقطة دي، من أول النقطة دي لغاية النقطة دي، كده هيوصل. فبنرفير الدايركشن ده بأن هو رايز، والرفير الدايركشن ده إن هو ران، إن هو هنا كان بيطلع وهنا كان بيجري أو حتى بيمشي. فالسلوب بيساوي الرايز أوفر ران. السلوب دايما بيساوي الرايز أوفر ران، المقدار أنا طلعت قد إيه على مقدار أنا مشيت كده قد إيه. تمام. عشان نوصل للـ 2 points. طيب اللاين اللي انا ماسكاه ده، اللي انا بشرح عليه، هو لو جيت رسمت الـ هو بيعمل زاوية ايه مع المحور السينات، هلاقي انه بيعمل مثلا زاوية ولنفرض 45. تمام. هنلاحظ ان اللاين ده اللاين اللي احنا بنتكلم عليه كان في الفيجر اللي قبل كده، في السلايد قبل كده، هو نفس اللاين، بس ايه كانه فليبد او ان هو انعكس، هو نفس اللاين. فده هيأثر ازاي في الفرق بتاع الاسلوب؟ هيبقى الاسلوب هيبقى عكس اشارة الاسلوب الاولاني. يبقى الاسلوب اشارته بتعتمد على اشارة الرايز والرن. فلو كان الرايز بتاعي انا بطلع في الاتجاه البوزيتيف وبمشي من الـ بمشي الى الاتجاه البوزيتيف لمحور السينات، هيبقى الرام برضو بوزيتيف، هيبقى بوزيتيف على بوزيتيف بايه ببوزيتيف. لكن لو اللاين بتاعي انا عشان اعمل رايز وعشان اعمل ران، كان اتجاه الرايز
كنت بطلع لفوق يبقى بوزيتيف، ولو كنت بمشي من اليمين للشمال هيبقى الرن اتجاهه سالب، وبالتالي هيبقى السلوب بيساوي بوزيتيف على نيجاتيف، هيبقى بيساوي نيجاتيف. فيبقى السلوب اولا بيعتمد على الساين بتاع الرايز والران، والسلوب ممكن فعلا يبقى بوزيتيف وممكن يبقى نيجاتيف لانه اصلا بيعتمد عليه. تمام. ولو عندي تو لاينز ايكوالي بنفس السلوب وحصل لهم بس فليبنج او حصل لهم انعكاس، بيبقى له نفس القيمه بس باختلاف الاشاره. طيب في برضو تو سبيشال كيسز في الطريقه دي. لو انا عندي اللاين بتاعي كان هوريزونتال، بجيب السلوب بتاعه ازاي؟ طبعا السلوب بيساوي الرايز اوفر ران، والرايز هو ان انا لو انا عندي النقطه A هنا والنقطه B هنا وعايز اوصل ما بين A و B، ما عنديش اي طريق تاني غير الطريقه دي، فما عنديش رايز، مش هضطر امشي في اي دايركشن لفوق او لتحت عشان اوصل لنقطتين A و B. فيبقى عندي الرايز هنا بزيرو، فالسلوب بيساوي زيرو اوفر ران، يبقى السلوب في الاخر هيبقى بزيرو. فالهوريزونتال لاين هاز زيرو سلوب سينس الرايز از زيرو، لان طبعا الرايز ايه؟ بزيرو. طيب ماذا لو انا عندي اللاين بتاعي فيرتيكال، اللاين كان فيرتيكال، هيبقى السلوب قيمته هتبقى بكام؟ طبعا السلوب بتساوي الرايز اوفر ران. انا هنا النقطة مثلا A والنقطة B، انا عشان اوصل من A ل B انا ما عنديش غير الاتجاه ده بس، ما عنديش اي ما عنديش مثلا ان انا رايز او اعمل ران في اي دايركشن غير الدايركشن ده. فيبقى عندي الرايز عندي بقيمه ولكن الران بزيرو، الران هو اللي بزيرو، لان انا مش همشي من البوزيتيف للنيجاتيف او من النيجاتيف للبوزيتيف، مش همشي خالص، هعمل رايز بس. فيبقى السلوب بيساوي الرايز على زيرو، وبالتالي طبعا السلوب هيبقى انديفايند او انفاينايت. تمام. فيبقى الفيرتيكال لاين هاز انفاينايت سلوب سينس الران از زيرو. دي طبعا تو سبيشال كيسز في السلوب. دي طبعا الطريقه الاولانيه اللي انا اجيب بيها قيمه السلوب بتاع لاين. طيب دلوقتي لو انا عايزه عندي لاين بالمنظر ده او عندي فيجر بالمنظر ده وعايزه اجيب قيمه السلوب، في طريقه تانية ممكن استخدمها علشان اجيب قيمه السلوب. اولا انا عندي النقطه الاولانيه A والنقطه الثانيه B. النقطه الاولانيه الاحداثيات بتاعتها سالب 2 وسالب 3، والنقطه الثانيه الاحداثيات بتاعتها 2 و3، وهنريفير النقطه دي على ان هي x وy ودي x1 وy1. علشان اجيب السلوب، طبعا السلوب بيساوي الرايز اوفر ران، يعني بشوف ده لو هنجيبه بالطريقه الاولانيه هنشوف انا طلعت بمقدار قد ايه وجريت برضو او مشيت بمقدار قد ايه. فلو شفت الرايز هلاقي ان انا مثلا طلعت بمقدار 1 2 3 4 5 6، عملت رايز بمقدار 6 6 على، مشيت بمقدار قد ايه؟ مشيت بمقدار من النقطه دي للنقطه دي، يعني اللي هي من النقطه دي للنقطه دي، فعندي هنا 1 2 3 4، يبقى عندي 6 على 4 اللي هي بكام؟ 3 على 2. ده لو انا بجيب السلوب بتاع الفيجر ده باستخدام الطريقه الاولانيه. طب ايه هي الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه هو ان انا اقول السلوب بيساوي الواي ماينس الواي 1 على الاكس ماينس الاكس 1، يعني هيبقى السلوب بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، او فرق الواي الديفرنس التشينج في الواي على التشينج في الاكس. تمام. طبعا لو بالنسبه للبوينتس دي او الفالوز اللي موجوده قدامي، فيبقى السلوب بيساوي 3 ناقص ناقص 3 على 2 ناقص ناقص 2، يبقى 3 ناقص ناقص 3 اللي هو 3 زائد 3، و2 ناقص ناقص 2 اللي هي 2 زائد 2 بيبقى 4، يبقى 6 على 4. لو اختصرنا يبقى 3 على 2. ده الفاليو بتاع السلوب باستخدام الميثود الثانيه، وهي الايه؟ الفرق بين الصادات والسينات، او الفرق في التغير في الواي والتغير في الاكس. فيبقى السلوب از ذا ريشيو بتوين ذا تشينجز ان واي دايركشن اند اكس دايركشن، وفي الحاله دي بيكون الواي دايركشن هو الرايز والاكس دايركشن هو الرن. طبعا احنا ممكن لو بما ان السلوب بيساوي الرايز اوفر ران، والسلوب بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، هيبقى طبعا الباست اللي هو واي ماينس واي ماينس 1 هو الرايز، والاكس ماينس اكس 1 هي
هي الرن. طيب ده طبعا مثال تاني لنفس الطريقة دي. لو انا عندي 2 بوينت سالب 6 و3 ونقطة تانية اسمها 4 وسالب 3 وعايز اجيب السلوب ما بينهم، هيبقى الفرق الصادات على فرق السينات او ال y2 minus y1 على x2 minus x1، يبقى عندي سالب 3 ناقص 3 على 4 ناقص ناقص 6. تمام، يبقى سالب 3 ناقص 3 بسالب 6 على 4 ناقص ناقص 6 اللي هي 4 زائد 6 بكام؟ ب10. بسالب 6 على 10 بسالب 3 على 5. طبعا احنا متخيلين ممكن فعلا السلوب يطلع بالنيجاتيف. طيب الطريقة التالتة هو ان انا اول ما شرحت الاسلوب قلت ان بعرف ازاي ان الخط ده منحني قوي او مش منحني قوي، او هو مايل مايل قوي او مش مايل قوي على الـ على الاكس اكسس، بشوف هو عامل زاوية قد ايه مع الاكس اكسس. فكنت بقول ان هو لو عامل زاوية كبيرة يبقى هو منحني اكتر، لكن لو هو عامل زاوية صغيرة يبقى هو انحناءه قليل. فممكن الطريقة التالتة ان انا اجيب السلوب بايكوال التان اوف ذس انجل، بشوف السلوب بشوف الانجل دي ويبقى السلوب بيساوي التان بتاع الانجل دي. ازاي بقى؟ دلوقتي انا لو عندي فيجر بالمنظر ده، وطبعا عندي 2 بوينتس اللي هي x1 y1. وعندي 2 بوينتس اللي هي الاكس النقطه الاولانيه x1 y1 والنقطه الثانيه x2 y2، وعايزه اجيب ما بينهم السلوب. في الحاله العاديه انا بقول ان لو انا استعمل طريقه الران اوفر رايز هلاقي ان الدايركشن ده هو الرايز والدايركشن ده هو الران، الام او السلوب بيساوي الرايز اوفر ران. تمام. طيب لو انا جيت رسمت المنحنى المثلث ده، لو انا رسمت اللاين ده واللاين ده واللاين ده، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي مثلث، وطبعا الزاويه دي اسمها سيتا. الزاويه دي هي هياها الزاويه اللي بيعملها اللاين مع محور السينات في الاتجاه الموجب. طبعا ده واضح ان انا لو عملت امتداد الخط ده وشفت الاكس اكسس هلاقي ان الزاويه دي لو سميناها سيتا هتبقى هي دي سيتا، لان طبعا ده يعتبر ايه؟ بيساوي بعض بالتبادل. تمام؟ سوري، بيساوي بعض بالتناظر. طيب فتاني لو انا عايز اجيب الاسلوب باستخدام الميثود 3 هيبقى الاسلوب بيساوي تان الانجل اللي بيعملها اللاين مع محور السينات في الاتجاه الموجب. عايزين نثبت حاجه زي كده ازاي؟ هنلاقي ان انا مثلا لو عندي اللاين وعندي 2 بوينتس x1 واكس2، او النقطه الاولانيه اللي هي x1 وy1 النقطه الثانيه اللي هي x2 y2، وجيت احلها بالطريقه الاولانيه بتاعه الرايز اوفر ران، هلاقي ان عندي ده الرايز وده الران. لو انا عندي مثلث هنا فده الرايز وده الران. تمام. فالرايز اوفر ران بيساوي الام او بيساوي السلوب. تمام. طيب لو عملنا كونسيدرنج ان في انجل هنا وسميناها سيتا، وان الانجل دي هي الانجل اللي بيعملها اللاين مع محور السينات، طبعا السيتا دي هي السيتا دي، لان ده دي السيتا اللي اللاين بيعملها مع محور السينات، ودي سيتا ودي سيتا برضه، لان هما بيساوي بعض ايه؟ بالتناسب. طيب ايه علاقه السيتا بالاسلوب؟ طبعا انا ممكن اشوف الضلع ده اللي هو مقابل للسيتا اسمه الاوبوزيت، او الضلع المقابل للزاويه، وده الضلع المجاور للزاويه. فيبقى الرايز بنسميه اسم تاني اللي هو الاوبوزيت، والران بنسميه اوبوزيت تاني اللي هو الايه؟ الادجيسنت او المجاور. خلاص، فيبقى عندي الام بيساوي الرايز اوفر ران او بيساوي الاوبوزيت على الادجيسنت. تمام كده. طيب الاوبوزيت اوفر الادجيسنت ده مش بيساوي تان سيتا كرول، فتان الزاويه بيساوي الاوبوزيت اوفر الدايركشن، فالتان سيتا بيساوي السلوب، تان سيتا بيساوي السلوب. خلاص، فيبقى السلوب بيساوي التان اوف ذس انجل. فدي الطريقة التالتة لو أنا عايز أحسب قيمة السلوب بتاع لاين. يبقى السلوب كان بريزنتد باي ذا أنجل انكلينشن أوف انكلينشن ويز ذا إكس أكسس، يعني ممكن أريبريزنت السلوب ب
الزاويه اللي بيصنعها اللاين مع الاكس اكسس، تمام؟ ومش مش السلوب بيساوي الزاويه، السلوب بيساوي تاني الزاويه. طبعا ده مثال تاني لو انا عايز اجيب السلوب بتاع الزاويه بحيث ان السلوب بتاع اللاين بحيث ان السلوب بيساوي تان اوف ذس انجل. لو فرضنا ان الرايز عندي هنا بخمسة والران بعشرة، فيبقى التان سيتا بيساوي الرايز اوفر ران اللي هي بيساوي خمسة على عشرة اللي هيساوي نص، يبقى تان سيتا بيساوي نص. مين الزاوية اللي التان بتاعتها بنص؟ بس بيساوي تان ماينس وان النص اللي هي تساوي 26 درجة. يبقى السيتا يعني دي سيتا بستة وعشرين، دي الزاوية اللي بيصنعها، ده لو هو عايز الزاوية، لكن لو هو عايز السلوب فالسلوب بكام؟ بنص. طيب في بعض الحالات بنلاقي ان اللاين الزاوية اللي ممكن يصنعها مع محور السينات بتكون منفرجة او اكبر من التسعين، تمام؟ فهل ده acceptable؟ يعني هل ينفع ان انا اقول ان يعني انا ينفع اجيب السلوب من الفيجر ده، تمام؟ بس لو جيت اجيب السيتا مش هتبقى هي السيتا اللي انا متعود عليها، لان ما ينفعش السيتا تبقى اكبر من التسعين. الخط لازم يكون منحني، منحني يبقى ما يعملش زاويه اكبر من 90. فلو فرضنا ان انا عندي لاين بالمنظر ده هبدا ابص على الانجل اللي هي تحت، تمام؟ يبقى هي دي الزاويه الحاده اللي ممكن اللاين بيعملها مع محور الاتجاه الموجب لمحور السينات. طيب ولو سمينا دي سيتا وسمينا دي الفا، يبقى تان الفا بيساوي سالب 3. طبعا ده لو انا عندي السلوب الرايز اوفر ران طلع بسالب 3، يعني given values او specific values، لو احنا عملنا tracing الرايز اوفر ران يطلع بكام؟ بسالب 3. يبقى التان الفا بسالب 3، الالفا بيساوي تان ماينس 1 سالب 3، يبقى الفا بكام؟ بسالب 71. طيب يبقى السيتا بتساوي 180 ناقص ال 71 و 57 درجة، دي السيتا. ففي بعض الحالات السلوب ممكن يبقى بالسالب، ولو السلوب بالسالب ده معناه ان الزاوية ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها زاوية بالسالب. ففي الحالة دي انا يعني احنا ان جنرال بنجيب السلوب من التاني. طب ماذا لو السلوب اصلا عندي جيبن السلوب بسالب 3؟ اجيب التاني ازاي؟ انا هقول التان الفا بيساوي سالب 3، هيطلع لي برضو الزاويه بالسالب، طبعا ما ينفعش. فيبقى الزاويه دي في الحاله دي تبقى بكام؟ ب 180 ناقص الزاويه دي، ماشي؟ فالمعضله هنا ان ما ينفعش السلوب، ما ينفعش الزاويه اللي بيصنعها ما ينفعش الزاويه اللي انا بجيبها في الايكويشن تكون اكبر من 90. اللي انا بعمله ده ما ينفعش الزاويه تكون اكبر من 90، خلاص؟ يعني لو السلوب بالسالب هتبقى الزاويه اقل من 90، خلاص. طيب الحاله الثالثه، وهو ان انا بجيب اللاين بجيب السلوب من معادله الخط بحيث ان السلوب هو الديريفاتيف بتاع اللاين ايكويشن. تاني الطريقه الرابعه بتاع السلوب هو ان السلوب بيساوي الاشتقاق معادله الخط، تمام؟ ديريفاتيف اوف ذا لاين ايكويشن. جنرالي اي لاين بما ان العلاقه بينه وبين من العلاقه بين البوينتس وبعضها العلاقه بتكون لينير، فبقدر ريبريزنت العلاقة بين الاكس والواي او ما بين كل البوينتس اللي موجودة بايه؟ بايكويشن لينير، بحيث ان الواي بيساوي ام اكس بلس بي، وان الام بيريبريزنت السلوب والبي بيريبريزنت الايه؟ الانترسبت، او بيريبريزنت اللاين ده بعيد قد ايه عن النقطة اللي هي 0 0 بتاع
الاكس والواي. يعني مثلا اللاين ده، النقطة دي اسمها 0 0، اللاين ده بعيد قد ايه عن ال 0 0؟ ونفرض هنا بعيد بقيمة مقدار 1، دي 2 ودي 1، فهو بعيد مقدار 1، هيبقى الانترسبت عندي هنا كام؟ بواحد، يبقى ام اكس بلس 1. خلاص، فالانترسبت بيبريزنت قد ايه اللاين بعيد عن الايه؟ عن ال 0 0 بوينت. خلينا مثلا ناخد مثال، لو عندي مثلا y بلس 2 بيساوي سالب 2 في x ماينس 1 ماينس 3، وبسطت الايكويشن دي بقى عندي y بيساوي سالب 2 x بلس 4، وعندي في الاخر الايكويشن بتاع اللاين هيبقى السلوب بيساوي سالب 2. ليه سالب 2؟ لان انا لو عملت ديريفاتيف او اشتقيت المعادله دي بالنسبه للاكس، يبقى عندي دي y على دي x بيساوي سالب 2، ويبقى الاشتقاق نتيجته سالب 2، هيبقى السلوب بيساوي سالب 2. تمام. طبعا دي امثلة تانية، بحيث ان يعني ان العلاقة بين الاكس والواي، او بالعلاقة ما بين كل بوينت موجودة في اللاين، مش لازم تبقى جالي كده على طول، ممكن تبقى جالي وانا ببسطها. يعني مثلا عندنا سالب 4 اكس زائد 7 بيساوي 2 واي ناقص 3. عايز اجيب الواي لوحدها في طرف، هيبقى عندي 2 واي، وهودي سالب 3 هناك بعكس شريطها، هيبقى عندي سالب 4 اكس زائد 7 زائد 3 هيبقى زائد 10، يبقى عندي سالب 4 اكس زائد 10 بيساوي 2 واي. عايز اخلص من الواي، هتخلص من الاثنين فهقسم على الاثنين، هيبقى عندي 2 واي على الاثنين بيساوي 10 على 2 بيساوي سالب زائد سالب 4 على 2، هيبقى عندي سالب 2 اكس زائد 5 بيساوي واي، يبقى الاسلوب هنا برضو كام؟ واي. وهكذا طبعا لو مشيت في الايكويشن دي. يبقى احنا كده عرفنا ايه هو الاسلوب، وعرفنا ان الاسلوب ممكن اجيبه باكتر من طريقه. المعلومه المهمه في الاسلوب هو ان الاسلوب اوف الاين از كونستانت. يعني ايه الاسلوب اوف الاين اوف كونستانت؟ لو عملت بيكنج لان تو بوينتس في اللاين بيديني نفس الاسلوب فاليو. لو خدت اي 2 بوينتس على اللاين وحسبت الاسلوب هيطلع لي فاليو، همسك 2 بوينتس تانيين وهحسب الاسلوب هيطلع لي نفس الفاليو طلعت لي ما بين ال 2 بوينتس التانيين. تمام. خلينا مثلا ناخد النقطة اللي هي الحمراء والزرقاء دي، الاسلوب ما بينهم بيساوي الرايز اوفر ران، الرايز ب 2 والران ب 1، يبقى الاسلوب بيساوي 2 على 1. لو مسكت هنا النقطة الصفراء والخضراء هلاقي ان الاسلوب بيساوي الرايز اوفر ران بيساوي الفرق ما بين، يعني هطلع قد ايه، هيبقى هطلع نقطتين وهمشي كده نقطة واحدة، يبقى 2 ايه على 1. هي طبعا لو انا مسكت الاسلوب ما بين النقطة الحمراء والنقطة الخضراء هيبقى الرايز اوفر ران. لو عديت النقط دي هلاقي 1 2 3 4 5 6، طلعت 6 بوينتس على الران اللي هو 1 2 3 6 على 3 ب 2 برضو. خلاص، فيبقى الاسلوب هو كونستانت في كل البوينتس اللي موجودين على اللاين. طيب طبعا ده مثال تاني. لو انا عايز اجيب الاسلوب بتاع كيرف، لو انا عندي كيرف وعايز اجيب الاسلوب بتاعه، to get the slope of a curve at some point we draw the tangent line at this point، برسم المماس للمنحنى عند هذه النقطة. تمام. لو انا عايز اجيب السلوب بتاع كيرف بجيبه at specific point، برسم مماس للمنحنى عند النقطة دي، وببدا اشوف الخط اللي انا رسمته او التانجنت او المماس اللي انا رسمته يعتبر لاين، اجيب بقى السلوب لللاين ده، بحيث طبعا ان انا اخد 2 بوينتس على اللاين. طيب فلو كان طالب مني ان انا اجيب السلوب بتاع الكيرف عند النقطه 15، هعمل المماس بحيث المماس هيقطع الواي اكسس عند النقطه سالب 9. تمام. فيبقى عندي هنا دي سالب 9 والنقطه دي برضو مثلا ولنفرض 21 بالنسبة للإكس دي 21، ودي بالنسبة للإكس دي 5. طيب عايزين نجيب السلوب بتاع الكيرف ده، السلوب بيساوي الرايز اوفر ران بيساوي انا همشي قد ايه
في يعني وانا طالعه، والرايز يعني همشي ازاي هوريزونتال. طيب لو انا بصيت للران هلاقي ان الران انا ماشيه كده، امشي كده من النقطه من 21 للنقطه 5، يبقى عندي 21 ناقص 5. طيب الرايز طلعت هطلع قد ايه؟ طبعا انا ممكن ابص على الطلوع اللي هو ده، ممكن ابص للطلوع اللي هو ده، ممكن اطلع كده وامشي كده، اطلع كده وامشي كده، خلاص. فطبعا انا بشوف الـ ده على الاكس اكسس، هلاقي ان الرايز بيساوي 0 ناقص 9، 0 ناقص ناقص 9، 0 ناقص ناقص 9، خلاص. طبعا 9 على 16. ده هاو تو جيت السلوب بتاع كيرف عند بوينت معينه، برسم التانجنت او برسم المماس، وبجي وبعتبر المماس ده هو اللاين الجديد، وبجيب تو بوينتس عليه وبجيب لهم السلوب. ده كده الشرح السلوب.